فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: البنوك التي توضع فيها الأموال يسمونها وديعة، وهم يتصرفون فيها بالتجارة والعمل، يقول: هل يتصح هذه التسمية، وهل هي تسمية شرعية؟ في الحقيقة ما هي وديعة، وديعة أنهم يحفظونها عندهم ويردونها بعينها على صاحبها، هذه الوديعة. أما أنهم يتصرفون فيها ويستثمرونها لهم، هذا لا يجوز لهم. أيضا يستثمرونها بالربا، أو حتى يستثمرونها في شيء مباح، يستثمرونها بالربا والعياذ بالله، لا يجوز هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.